لا طبعا ما فيش على تقصير القرار. هي الفكره في الغرامه ان هو عقوبه لان اللاعب اخطا وما التزمش بعقد كان موجود بينه وبين النادي، وفي نفس الوقت ترك النادي في فتره كان في شد احتياج ليها وانتقل لنادي منافس وما عملش اي اعتبار لجماهير الزمالك، فطبعا لازم يكون لنا حق، واللي حقنا ده لازم ناخده، واي تهاون من اي مجلس احنا كاعضاء جمعيه عموما هنرفض. والله انا بمطرح مجلس اداره نادي الزمالك اقسط ليه؟ لان في برضه وقت في محامين بتماطل وبتاع، وما تضمنش الفلوس دي هتيجي امتى؟ ما هي عمرها ما هتيجي مره واحده اصلا، هتبقى صعب. لكن لما انا اقسط هيبقى باخد ودي وياهم وبحاول ان انا بلم حاجه هي فضل ساكت عليها كتير، اتراكمت، عايز اسحبها باي طريقه. لا الصراحه لا، مش هوافق لو انا مجلس اداره نادي الزمالك، مش هوافق الصراحه. يعني هو الصراحه هو معاه فلوس يقدر يدفع الغرامه قبل، يعني النهارده قبل بكره، بس ده كله بيعمله عشان يضغط على نادي الزمالك، وصراحه هو اخطا في حق نادي الزمالك، والمفروض ان ده يبقى اقل حاجه نعملها معاه، لان النادي محتاج كل قرش دلوقتي، يعني عايزين يقوم ويسدد الغرامات اللي عليه ويرفع القيد عن اللعيبه. لازم تتسدد كلها مره واحده، ما ينفعش تقسطها. هيدور النادي طبعا، والنادي مثلا عايز يعمل النادي 6 اكتوبر ومحتاج فلوس المنشآت الجديده وكده، وعايزين لعيبه جديده ويرفع القيد في يناير وكده، ويحتاج شراء لعيبه جديده. إيه لا طبعا ما وافقش، ده لاعب اخطا ولاعب ما التزمش بعقده، مشي بطريقه مش كويسه. في ناس مشيت من نادي الزمالك بس ما مشيتش بالطريقه دي بالظبط، فدي حاجه احنا مش هنوافق بيها ومش هنوافق بتقسيط الغرامه بصراحه. عارف حضرتك لو كانوا قسطوها من ساعه ما كان المجلس القديم وكانوا بيتكلموا فيها كان زمانها خلصت واستفدنا بالفلوس دي، لكن احنا عمالين نقسط الغرامه، لا يدفعها كاش، لا ما كانت زمانها خلصت وخلاص يعني.